مولود الجدي نصيحة صديقي، مولود الجدي ما بفيدك سوى شغلك، يعني أنت بدك تشتغل، بدك تسابر، بدك تبدع، أمورك بتخصك وحدك، تقييمك هو عملك، هو نفسك، هو ذاتك. ما تهتم بكلام الناس، اهتم بطاقة الألوان المفرحة، طاقة الكلام الحلو، طاقة العطور والجمال. كون جريء وحاول أنك تزيد من طاقة الأنا عندك، بيلبق لك إنسان تكون جريء أكتر وأكتر. وجود القمر ببرجك نهار السبت بيشكل مثلث فلكي مع الشمس ببرج العذراء، بيسلط الأضواء على مهاراتك الإيجابية، على شغلك، على أي عمل بتقوم فيه رح تنجح فيه. كون جريء، ما تخاف، ما تخجل، وكون متفائل وآمن بقدراتك. بينتقل القمر لبرج الدلو يومي الأحد والتنين للبيت الثاني، بيت المال والمكاسب والأرباح. بيحمل معه طاقة فلكية مهمة جدا، مليانة بالحظ والمفاجآت الحلوة. بتقبض، بتدفع، بتسترد ديون، بتشتري اشياء ثمينة لبيتك. الحظ حليفك وحاول انك تستفيد منه. بينتقل القمر المكتمل للحوت يومي الثلاثة والأربعة، بيترافق مع خسوف جزئي ببرج الحوت، بيتحدث عن تغيرات بحياتك الشخصية والمهنية والعاطفية ومع محيطك. بتتحرك على نحو واسع جدا وكبير جدا، لسيما على صعيد العلاقات العامة، وفي عنا تأثيرات إيجابية جدا بتشجعك على توسيع إطار التحرك على كافة الأصعدة. في مساعي مهمة حاول أنك تكثفها. بينتقل القمر لبرج الحمل لمعاكسة برجك الخميس والجمعة، بالبيت الرابع، بيت الخدمات وبيت المشاريع وترتيب الأمور وترتيب الملفات المالية والقانونية. موقع غير مناسب، بكثر الضغوطات عليك والإرباكات عليك، أنك ترتاح شوي وتخصص هالنهار لمراجعة وتقييم ودعم الأمور وعدم المواجهة. حاول أنه ما تكون طرف بأي صراع شو ما كانت النتائج. عليك اتخاذ تدابير احترازية حتى تحمي موقعك وتحمي مصالحك من التراجع. أنت إنسان مضطر على الشغل وعلى تدريب نفسك على قدرات جديدة أو مهارات جديدة. يعني باختصار، عندك أسبوع حلو جيد جدا وواعد بكل الجوانب. حاول أنك تفكر بالخير، وانه الخير رح يوصل لعندك بالوقت المحدد. انت فقط عليك انك تشتغل وتنجز اعمالك على الاصول. بالتوفيق لمولود برج الجدي. عاطفيا، بعد كوكب الزهرة عم يتنقل بموقع فلكي سلبي وجارح لمشاعرك من برج الميزان، ما يسبب لك سوء تفاهم، عدم تفاهم، تراجع بالعلاقة مع الشريك، تراجع بالعلاقة مع الأولاد. بتمنى عليك انك تتمسك بعلاقتك الحالية شو ما كانت الضغوطات او المشكلات. اما العازب، حاول انك تخفف من التوتر والانتقادات الجارحة وما تسبب لحالك وجع راس، وحاول انك تسيطر على الانفعالات، ما تحاول صب الزيت على النار. فترة صعبة، ممكن تلاقي حالك وحيد بالنهاية.